لي حمدين صباحي أعلن خلاله ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية. إذن موقف التيار الشعبي أعلن، حمدين صباحي قرر ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية. هيستجيب لإرادتكم وهيستجيب لإرادتي وقراري، وأنا بقول لكم بوضوح المعركة دي، هذه المعركة أنا باخدها متمثلا كل ما دعانا ربنا إليه من حكمة وتعبير عن النفس دي رقي. لما نخوض المعركة دي الضمير الوطني هو الذي سيملي علينا ما الذي نقوله ونفعله. من فضلكم في ايباد ضايع، اللي لقى ايباد ابيض ارجو انه يسلمه هنا في المنصه صاحبته. من فضلكم في ايباد ضايع، اللي لقى ايباد ابيض ارجو انه يسلمه هنا في المنصه صاحبته، موجوده بعد اذنكم. انجل واحد بالصوره موجوده بعد اذنكم.